كن رحيماً مع الضعفاء ولا تهن منكسري القلوب. أم نور احنا يعني أنت معروفة دائماً رحيمة ودائماً كذا، أحد كسر قلبك؟ أحد بالمدرسة، بداية حياتك العملية، أو كيف تتعاملين من يصير هكذا موقف أمامك يعني؟ أهلنا حلوين يقولون جبر الخواطر، جبر نعم. الخواطر جميل. نعم. أنا ما حد كسر قلبي الحمد لله، ولا حاولت أكسر قلب أحد، لا أتألم إذا أكسر قلب أحد وخاف عليه، لكن هناك من كسر قلبي وأنا كبيرة في هذا نعم. العمر. نعم. أم نور أنت دائما يعني لطيفة والكل يعني يحبوش، وإذا أنت امرأة عملية ومهتمة نعم. به أنت سألت من كسر القلب نعم. هذا نعم. كسر نعم. على القلب نعم.